70 سنه التالي، فمش كنت خل في غيبوبه وخرجت تو حل ورقه لقاها مراسله للنادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي، بالله شوفوا الملاعب اللي تلعب فيهم، قول لهم رجعوني اخويا في الغيبوبه ولا تخليوني نعيش هالوضعية هذه العيشة. نفسه الغيبوبة دقيقة يا سيدي، لوجو ملاعب نفسه السيد هذاك حل تلزم تتفرج الشامبيونا ما يلقاش وين، معناتها راهو احنا ما عندناش وين نتفرجوا في البطولة، راه اللي ما عندوش لا بث ولا حتى شيء. خالص معز خالص يا اخو الابلمون نتاعو، جمهور الترجي راهو قاص 10,000 صحيح، جمهور الترجي انا فلوسي انا تفرج. انا محب الترجي مشيت خاصيت ابو المونتا ومش تفرج، نقعد حدا زويت نسمع بالراديون صحيح ايه بلاي نحكي لك جوست زابوني زاد ايه شنو لا فما فرس فيكتور لا فما جمهور ولا شهر ولا شهر فماش نقل تلف كيفاش تصارع ازمه ماليه حتى الترجي باش يجيها الدور باش تولي عندها مشكل مالي، راهو خاطر اذا بالطريقه هذه ما فماش مداخيل كيفاش داخل انت ما فماش شهر، انت عندك شركه باش تعمل شهر مع الترجي قداش منه قداش منه فماش تلفزه كيفاش تسوق لشهر فما يعني جمهور في الستاد ما فماش جمهور في الستاد وحتى كان فما جيل كامل ما عرفش الكوره ما عندوش لازم نعاود ربيع عباد جدد يدخلوا الاستاد او نعاودوا عباد جدد نقول لهم كيفاش يدخلوا الاستاد وكيفاش يقعدوا وكيفاش يعملوا وكيفاش يتفرجوا ونعاودوا من الاول كل شيء. اتذكر زاد اتذكر نهار اخر بعد 10 سنين قطر اللي خذت 3-0 في الكاس العالم باش ترجع بالكبير قطر، خاطر دخلوا دخلوا شعبيه كره القدم مع الصغار، يعني عديد العباد نشوف فيه في قطر ولا في شعبيه يتغلموا بالكره تغلموا نراهم باللباس التقليدي اللباس الرسمي نتاع قطر صغار في 10 15 سنه يكوروا به صحيح يعني فما حوايج اللي ما عندهمش تقاليد كبيره ياسر في كره القدم كيفاش هي التقاليد اليوم تو هذا باش يولي عندهم تقليد ويجيبوا ملاعبيه ولازم يعملوا بطوله وتتحسن البطوله نتاعهم وقيمه تسويقيه نتاعها اكثر وتتباع في والله مش تفديك نحكي لكم حكايه كان عندي صاحبي عايش اربع